رياض محرز بيسجل الهدف رقم 100 في هذه البطولة، الرقم اللي خلانا نبقى عندنا رقم قياسي هنا على أرض مصر في بطولة 2019. آخر رقم مسجل أو أكتر رقم مسجل في بطولات أفريقيا كان الرقم اللي سجل في بطولة 2008، البطولة العظيمة اللي مصر فازت بها بأفضل أداء ممكن في تاريخ مصر، كان ب 99 هدف. هذه البطولة أنهت هذا بهذا الرقم أهدافها في 2008. 2019 على أرض مصر بنكسر هذا الرقم بهدف رياض محرز أمس، 100 هدف في بطولة مصر ولسه مكملين بهدف رياض محرز الرائع طبعًا. يعني هم وصلنا للهدف المية بهدف طبعًا. هيفضل في الذاكرة ومش هيتنسي بشكل كبير جدا من أذهان كل اللي تابعوا هذا اللقاء، سواء بقى جماهير الجزائر أو حتى جماهير المصرية. أكيد كلامنا لسه هنستأنفه والحديث هيكون مطول عن تأهل المنتخب الجزائري لنهائي هذه البطولة كان 2019، والصحافة بعد هذا الفاصل، خليكم معنا.